طمني على المديرية. وين نواف؟ نواف إجازة، بعتوني بدل المدام. اهلين مدام، اهلا وسهلا، شرفتي المكتب. عنده حدا؟ ما عنده حدا. عفوا مدام، قصدي المدير العام لسه ما اجى. لهلا ما اجى؟ وما اتصل فيك؟ هو ما اتصل، بس اكيد عم يشق على اخته المريضة، الله يشفيها يا رب. مين اخته؟ دلال؟ ما بعرف اسمه. انت متأكد؟ عفوا مدام، انا ماني متأكد 100%، بس امبارح تأخر مثل اليوم بالضبط، بعدين تبين لي انه كان عم يعاين اخته المريضة. بتحبي تنتظري جوا؟ هلا بيجي. لا شكرا، يعطيك العافيه. ما شربتي قهوه مدام؟ يمكن عكيت. ايه جيت يلا. مين اميره؟ اهلين وسهلين بمرت اخي، شو هالمفاجاه الحلوه؟ كيف جرى؟ تفضلي. سمعت انك مريضه، جيت لأطمن عليكي. شلونك؟ إن شاء الله أحسن. أنا مريضة؟ مين قال الحكي؟ ليش أحمد ما مر لعندك مبارح مشان يعاينك؟ مبارح لا، بس مرة قويت مبارح المساوية، شرب فنجان قهوة وراح. تفضل مرت أخي. تفضلي أميرة، تفضلي. الحمد لله، هلأ أطمنت. شغل بالي عليكي لما سمعت انك مريضه. كتر خير الاشاعه يا مرت اخي، اللي خلتك تجي وتزورينا. بتعرفي يا دلال، ما عم بفضل نوم. بيت واولاد ومديريه ومسؤوليه. الله يكون بعونك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين اخي خير. وين الحنفيه اللي عم تشور؟ حنفيه عم تشور؟ مين قال لك انه انا عندي حنفيه عم تشر؟ هيك قالوا لي وبعثوني اصلحها. مين بعتها؟ المدير العام. المدير العام قال لك في عندي حنفيه بالبوفيه عم تشر، روح صلحها. اتصل برئيس الورشه ورئيس الورشه بعثني. اذا هيك الحنفيه عم تشر جوا، فوت صلحها. يا الله. الصبح حكينا بنفس الموضوع وقلت لك رح اتصرف. يا استاذ، الرجال دافع الرعبون ومستعجل وبده يستلم البضاعة. رجع له الرعبون، ما عاد في بضاعة. ليش؟ صاير شيء؟ المدير العام بده يشكل لجنة إتلاف من عنده، ورح يبعث لنا إياها بكرة أو بعد بكرة تعاين المواد المعدة للتلف وتقرر نتلفها ولا لا. قال عنين، هيك رح يكتشفوا اللعبة ويعرفوا إنه المواد جديدة وغير معدة للتلف. شو العمل أستاذ؟ هاي بسيطة، تنزل على المستودع وبتنقي لك كم شغله باليه وبتقدمها للجنه. مو هي مشكلتي، المشكله كيف عرف المدير العام بموضوع لجنه الاتلاف. ما بعرف. طيب ما بتعرف يا ابني امتى رح يجي؟ رح ينتزعوا البيضات. ما قال لي. بخاف يعمل مثل امبارح وما يجي، بينتزعوا البيضات. بجوز يجي، بجوز لا. اذا هيك بستنى. انا شو رايي، احسن ما رجع البيضات على الضيعه ورد جيبهم بكره. وهي قاعده في حواليك فنجان قهوه. مو على راسي. ابو صالح. اوف اوف اوف، ويل لحالي. شرف، خذ اشراف. الله يسامحك يا معلمي، انت ما تضيفني واجبي انا اضيفه. ايه خذ وعود. عود اشوف. الله يسلمي. الله لا يحرمنا على الايدين، من كف ما يعدم. ايه سيدي، احكي لي اياها من اولها. شو بدي احكي لك يا معلمي، شو بدي احكي لك؟ قصتك بدي افهمها من طقطق للسلام عليكم. يا معلمي قصتي لا فيها طقطق ولا فيها السلام عليكم، انا كل قصتي حكيت لك يا ما في شيء جديد تحكي. بكره بيجي مسعود وانت بتزحلقني بتقحطني وانا بضب اغراضي وبتيسر. ايه هذا هو اللي بجنني. لا وفوق هيك لهلا ما اخذت ولا فرنك اجرة، وصلي يومين عم دقي عليك، لا شربت قهوه ولا شاي ولا زهورات غير اللي بضيفك فيهم. سكر قهوه شاي ما سرقت.
ايدك على الغلة ما مديتها. بقى ليش قاتل حالك لتشتغل عندي يا معلمي؟ انا حبيتك وارتحت لك، قلت لحالي بساعدك يعني لبين ما يجي مسعود بالسلامة، بس يعني اذا مو مرتاح لا قعدتي هون ترى بغض اغراضي وبتيسر. لا 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 ما قصدي يا ابن الحلال. رد على التليفون. حاضر. لك والله انا حبيتك كمان، بس في إنا. طيب جاي لك ليك وعندي لا تعيني. مع السلامة. بردانة بثوبك غطيني غطيني يا ابو الوردانة. وهي احلى فنجان قهوي لاحلى استاذ. شكرا استاذ، يعني خذني على قد عقلاتي. ها شايفك هيك مهموم وزعلان، احكي لي في شيء؟ ما في شيء. هلا وينك؟ شوف صحيح انا بجوز يعني شكلي ما يعجبك، بس والله بعجبك. ها شوف احكي لي وفضفض ترتاح. طالما هالمدير موجود ما في حدا بيقدر يساعدني. خير، شو مسوي لك المدير؟ تصور صار لي 5 سنين دوري الاول بالبعثه الاطلاعيه، وكل سنه المدير بيتجاهل اسمي وبيبعت اللي بده اياه. تفضل اقرا. السنه بعت مهندس ما صار له سنه موظف عنا. ليش؟ لانه ابن بلده بعته، وانا بجوز اطلع على التقاعد وما يجي دوري بالبعثه. بسيطة. هلا هاي هي القصة كلها، مشان هيك مزعوج الله يسامحه. لا تكلم، هالقرار مدقوق غلط. غلط؟ شلون مدقوق غلط؟ شو ما اكذب عليك لكن انا بعيني قريت مسودة القرار، مكتوب عليها اسمك وبالعلامة انت اسمك المرشح البعثي سامير. مو سامير اسمك؟ سامير رضوان. لك شو صار لي ساعة ما احكي انا؟ ما قلت لك قريتها بعيني انا الله يسامحك، بس هاي تبع الآلي الكاتبي مخربطة بالدقة، مش دققتها منيح، وابصر ابصر ابصر منو لعبان بالاسم، بس كل شيء بيتصلح. هلا انت متأكد من هالكلام؟ شو بمزح معك؟ صار لي ساعة ما احكي. خلاص انت بالعلامة كان جاي ترشيحك من فوق. منين من فوق؟ من فوق من عند المدير العام. خاطرك لا رحت بعثي لا تنساني من الحلوان مع علاك. من فوق. ادخل. اداخل لك شلون؟ مرحبا باحلى مدير بالمديرين. استاذك مصمم اني مدير؟ ليش منو في غيرك هون بيستاهل؟ بعدين انا ما طلبت قهوه. هاي ضيافي من المدير العام. من مين؟ مني، قصدي مني هاي ضيافي. شو المناسبة؟ يعني هيك أنا بحب المدراء بلا مناسبة. أستاذ بدي أسألك سؤال. تفضل. هلأ أنت شو رأيك بالمهندس سامر رضوان؟ مهندس ممتاز ونشيط ومجتهد. يعني بيستاهل ترشح البعثي؟ إذا جيت الحق هو أحق واحد. لكان دير لي بالك عليه، وفي واحد الأخير سليمان كمان دير بالك عليه، ها بشيل عنك كتف منيحة بالشغل. ليش عم توصيني لي؟ ما قلنا لك انت المدير. هيك ضحك ضحك خلي يبان السن. حنيت لك تتحن انا. يلا اعطيك العافيه. سلامه.